أن يكون ما لها النفس البر حظ، يعني أبدا ما يفكر في نفسه أن يكون لها حظ، يعني يصلي، يقوم بعمل خير، ينفق ما شابه ذلك، النفس ما إلى حظ منه، ما يفعل شيء لنفسه، ما يفعل لشيء يعرف، لكي يعرف من هذا الشخص. وذكرنا أمثلة من كتاب الله سبحانه وتعالى في الدرس الماضي، ذكرنا مؤمن آل فرعون، ذكره الله سبحانه وتعالى دون أن يذكر اسمه، دون أن يذكر اسمه ذكر الله سبحانه وتعالى. كذلك في القرية الذي أرسل إليها رسولين ثم عزز بثالث وقال وجاء من أقصر المدينة إيش؟ رجل يسعى. من هذا الرجل؟ لم يذكر. أصحاب الكهف ذكر عملهم وذكر هروبهم بإيمانهم، لكن ما ذكر أسماءهم، لم يذكر أسماءهم. نحن نقرأ سورة الكهف في الغد، ستقرؤون سورة الكهف ستجدون أنه لم يذكر الأسماء. من هؤلاء الفتية الذي امتدحهم الله سبحانه وتعالى وجعل قصتهم يتعبد بتلاوتها إلى يوم القيامة، لكن لم يذكر من هؤلاء من اسم هذا، حتى العدد فيه خلاف، العدد وفيه خلاف. يذكر الله سبحانه وتعالى في مواضع، بل أن حتى بعض الرسل عليهم السلام رسل لم يذكرهم الله تعالى، ورسل إيش؟ قصصناهم عليك ورسل لم نقصصهم عليك، رسل ولكن مع ذلك لم يقصصهم الله سبحانه وتعالى. تجدون في كتاب التلقين مثلا ذكر الإمام السالم رحمه الله إن عدد رسل كم؟ 313 صح؟ وذكر أن عدد الأنبياء 124,000 أو 120,000، لكن هين اسم هؤلاء وإلى أين، إلى من بعثوا وماذا عملوا وما شابه ذلك؟ تجدون في كتاب الله ذكر فقط كم؟ 25. إذن لا تهتم بقضية الأنا، لا تهتم بقضية أنا ومن سأكون ومن يعرفني ومن لا يعرفني ومن كذا ومن كذا. إذن لابد أن يكون في حق في دروس التزكية أن يكون حظ النفس صفر،